السلام عليكم، يعطيكم العافية. هاليومين هادية، بس مشي وأكل وأداء العمل إن شاء الله تعالى، فاليوم المعلومات شوي بتكون دسمة. شخص يقول: نجم أنا أكل 4 إلى 5 ملاعق رز لكن وزني ما ينزل، طبعاً باعتبار أنه قصده أن هذه الكمية من الأكل قليلة. طبعاً أنت مو قاعد تنزل لأن كميتك قليلة. طيب، الآن في عنصر وعامل الخوف. في حال أنه أنت زدت كمية الرز، أنت تعتقد أنك راح تسمن. جزء من عملية رفع الحرق في الجسم هي زيادة كمية النشويات، وأيضاً كذلك زيادة كميات البروتين والدهون في الأكل. بمعنى أنت مو مطلوب منك علشان تنزل وزنك، كمثال، لأنه أنت فقط الحين بتكمل المقطع، ولكن لأجل الفائدة صور الشاشة على هذا الكود في الأصفر وتعال. كل هذه اليوميات يومياً هناك، لا تفوتها. والحين أخليك تكمل المقطع، ضيفني، لا تنسى تنزل كميات النشويات أو ترفعها هي لحالها. لازم ترتفع معها العناصر الغذائية. ليش؟ لأن البروتين اختلاطه مع النشويات أو السكر يبطئ من امتصاص السكر. فبالتالي عمليات ارتفاع سكر الدم الطبيعية، لأن لازم سكر دمك يرتفع، ولكن بتكون العملية طبيعية، يعني ما بيكون ارتفاع عالي جدا ثم انخفاض عالي. وطبعا تطول بالك، يعني انت كشخص الان وزنك 100 او انت وزنك 100، سارة وزنها 100 كمثال، ما تقدر تنحف لانها قاعد تاكل 4 ملاعق رز وتوستة واحدة كمثال، او مثلا بيضة واحدة واربع ملاعق رز، ولا توستة وبيضة معها شوية خيار. كيف الحل عشان تنحفي؟ تنقص كمية اكلك اكثر، اكلك اصلا قليل ووزنك عالي. في هذه الحالة رفع النشاط مع رفع كمية الأكل من أحد العلاجات الممتازة. طبعا كمية إنقاص أكلك الحالية لما تبي ترفع الأكل تزيديه بالتدريج، يعني مو فجأة أنت تفطري طبعا فطور غلط وكمية قليلة، شريحة توست واحدة فجأة تصير تفطري 3 شرائح توست، لا، شريحة شريحة نص، بعد أسبوعين شريحتين، وهكذا لين جسمك أنت يتعود. طبعا والنشاط لازم تزيد نشاطك مع رفع كميه الاكل لرفع الحرق بشكل عام. يعني مره مثلا واحده من الاخوات كانت تقول لي: طيب نجم انا اخاف ازيد كميتي واسمن. قلت لها: انت مقلله كميتك، مو قاعده تنحفي اصلا، فالتقليل ما راح ينفعك. طبعا كل اللي يقللون اكلهم هذه تحطك بقى راح تنحف في البدايه، ولكن ما هي نوعيه النحف؟ هذا 1 2، هل مستدام؟ 3، هل تقدر تحافظ ولا لا؟ 4، إذا كان ما في أكل فأنت غالباً مو عايش لا براحة ولا بسعادة أو حتى اتزان. فرط الأكل مو كويس، وأيضاً كذلك تقليل الأكل مو كويس، بالذات أنه أنت ما تقدر تدخل جسمك في نظام المجاعة. حط في بالك، ما تقدر. إذا أنت عايش في بيئة تشوف أكل ما تقدر تضحك على جسمك. أنت مو بإفريقيا، أنت ما عندك مجاعة حقيقية فتقول أنا والله الإفريقيين هيكل عظمي ينحفون ما عندهم أكل مجاعة. أنت ما تقدر تخش في هذا النظام. داب مخك عارف ان في اكل وتشوف الثلاجه كل يوم، بس انت مو قاعد تاكل. ما تقز زي نفسك، امسك نفسك الحين، لا تتنفس، تمسكها ثانيه دقيقه، اكثر من كذا ما تقدر، لازم تتنفس. فبالتالي ما تقدر تدخل جسمك في نظام المجاعه الا اذا انت فعليا كنت ما تقدر تاكل. طبعا نظام المجاعه مو شيء كويس، يعني مو شيء زين. فبالتالي انقاص، يعني حتى احنا نشوف عندنا مثلا متكممين او ناس قصه معده يرجعون مننا في العياده بعد سنوات والوزن قاعد يرجع، او وزنه ثابت من 6 شهور سنة، السبب نقص كميه الطعام. فاللي تنحف في البدايه هذا فقط نزول اول، نفس اللي يسوي رجيم حرمان او انظمه غلط زي رجيم او نظام ما فيه نشويات. في البدايه تنحف، بعدين وزنك يثبت، والمشكله مو يصير ان انت بس تكثر ثباتك، لا، يصير ان انت لازم تعالج النظام الغلط والاضرار الجانبيه اللي صارت لك من هذا النظام، ومن ثم نرجع نحاول ننزل وزنك من جديد. فبدال ما تعالج مشكله وزنك تعالج مشكلتين. فاحذروا من هذه النقطه. النزول من 0.25 إلى 0.5 كيلو في الاسبوع هذا النزول الطبيعي للانسان، 0.25 إلى 0.5 كيلو، وما يبين اسبوعيا. عشان كذا دائما اقول لكم قيسوا كل 10 ايام الى اسبوعين وتقيس كل. بعض الناس يخطئ في مساله اللي هو الوزن، يعني يعتبر جسمه كانه حديده كتله ثابته لا تتغير. اليوم اتوزن، بكره اتوزن، اللي بعد اتوزن واشوف الفرق. ما تقدر تلاحظ الفرق في نزول وزنك كبشر، كجسد بشري، الا يعني ما يقولوا كل 2 إلى 3 أسابيع. ليش؟ لان جهازك الهضمي يحتوي على اكل مرات يوم مرات يومين، ترى عادي جدا. فبالتالي ليش مرات لما تاكل الله يكرمك بعدين تروح الحمام على طول؟ انت ما تطلع الاكل اللي اكلته الحين، تطلع اكل البارح ومرات قبل البارح. فمثلا انت ماكل وجبه فيها ملح بكثره، طبيعي لو توزنتي بكره تلاقي وزنك زاد عن الميزان. هذا لا يعني ان انت خزنتي دهون. مثلا جتك الدوره الشهريه، انت البارح في الدوام مثلا، خلينا نقول مثلا ضغط نفسي، قولونك منتفخ كمثال، هذه امور كلها تزيد الوزن.
فأنا أنصحك تتابع وزنك يا كل أسبوعين يا كل شهر مينيموم 10 أيام، والعشر أيام هذه إن أنت ماشي على نظام صح، يعني مثلا تتابع مثلا معي في المركز عندنا كل 10 أيام تقدر تتوزن، بس الوزن اليومي وتوزن صبح ومرة مغرب ومرة ليل لا تضبط، أنت مو مانيكان وحديدة لازم تكون نفس الوزن كل يوم، عوامل كثير تلعب في وزنك، ولكن زيادة الوزن على الميزان اليومية ليست دهون، هذه أهم نقطة. تابعيني من أي دولة بالعالم قبل لا تكمل الفيديو ليسأل كيف ناخذ نظام غذائي أو كيف تصمم لنا نظام غذائي وأونلاين في المركز من أي مكان بالعالم، أول تعليق تحت الفيديو راح أثبت لكم رابط التواصل ورابط الباقات، وطبعا من أي مكان بالعالم سواء كنت في ليبيا في الجزائر في الخليج في كل مكان، من أي مكان الرابط موجود في أول تعليق، لأن ما شاء الله عندي حتى متابعين من الجزائر، عندي متابعين عايشين في أوروبا من جميع دول العالم، وتقدرون تشتركون عن طريق الموقع، والموقع مثبت وموجود في أول تعليق تحت أو في وصف الفيديو.